اليوم راح يكون 24 ساعة كم نقدر نطلع من ريال. والزين في هذا المقطع كل الشغل راح يكون داخل البيت. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيزي المتابع أبغاك ركز معاي في نقطة بسيطة، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. والله إن هذا الشيء راح يسوى أي شيء عندي في الدنيا. اضغط على اللايك واشترك في القناة، بقلنا شوي ونوصل لل 600,000 متابع ومعانا بإذن الله للمليون. الجزء الثالث من سلسلة 24 ساعة داخل البيت كم نقدر نطلع من ريال. حلقة اليوم ما أدري كم راح أطلع، ولكن متفائلين بإذن الواحد الأحد. أول شيء ودنا نجرب التجارة الإلكترونية. سمعنا عن التجارة الإلكترونية بشكل مرة كبير، ولكن يعني دائما نعتقد أنها تسويق أو الشخص اللي قدامك قاعد يسوق الدورة عنده، ولكن بالفعل ترى هي فيها فلوس بشكل مرة كبير، والله العظيم بشكل أنت ما تتوقع. ولكن المشكلة وش نبيع؟ قعدت أفكر كذا بشكل كبير ولاحظت يا جماعة الخير إن في شيء اسمه جفيول. تعالوا خلوني أوريكم إياه. هذا يا جماعة الخير اللي هي مادة الجفيول. شوف هنا كم ينباع ب 258 ريال. ليه أنا اخترت هذا الشيء؟ اخترت الشيء هذا يا جماعة الخير لأن في أشياء ممكن الناس يشترونها منك، مثل يعني إذا رحت تطلب هذا من المتجر حقهم تخيلوا إن راح يقعد شهر إلى شهر ونص عشان يوصلك للسعودية، هذه النقطة راح تفوز معاي بشكل مرة كبير. طيب يلا خل نروح موقعهم. هذا هو موقع شركة جفيول، راح ندخل يا جماعة الخير ونشوف الشوب وش فيه عندهم. عندنا العلب هذه سعرها ما يقارب 36 دولار. طيب نقول يا جماعة الخير نطلع لنا حاسبة ونقول 36 دولار ضرب 3.75 فيها 135 ريال. طيب نفترض يا جماعة الخير او هذا بري اوردر، لا نبغى ناخذ هذا مثلا. بعد ما ناخذ هذا نروح ونضيف عندنا برضو علبتين، يعني عندنا الان خلينا نقول علبة واحدة عشان ما نتلخبط في الحسبة، نقول تشيك اوت. يا سلام، انا انفعل عندي هنا حقة الكوبونات يا جماعة الخير وطلع عندي سعره 28 دولار، نقول 29 دولار ضرب 3.75 108 ريال. خلينا نشوف اذا في كوبونات ارخص من 28 دولار. ما اتوقع 28 دولار خصم مرة جبار، خصم لي 7 دولار ممكن، ولكن لا تستانس في شيء مهم. يعني استانس ولا تستانس، انت اذا طلبت واحدة اوكي بتنتظر شهر ونص على ما تجيك ذي ام 29 دولار، باقي فلوس الشحن ممكن لو تشحنها بياخذ منك 7 دولار على العلبة الواحدة. عشان اكون تاجر كويس وش راح اسوي؟ اللي ناوي على بزنس كبير راح نقول راح نحط 10,000 ريال في هذا المشروع، كذا 10,000 ريال ناخذها ونجرب ونشوف كم راح نطلع من ريال. الحلقة الاولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة دائما نتكلم على التجارة الالكترونية ولكن ما جربتها على ارض الواقع. في اليوم التجربة راح تكون قدام عينك وتشوف النتيجة قدام عينك. طلعنا نقول ب 29 دولار، يعني خصم يا جماعة الخير ما يقارب 6 دولار، نقول 6 دولار او 7 دولار. ولكن لا تنسى اذا انت بتاخذ كمية كبيرة راح تكون في شيء اسمه ضريبة، شيء ثاني راح يكون فيه جمرك. حط في راسك ان في 20% هذه بس جمرك وضريبة، حطها على جنب. يعني نقول 29 دولار لو نبغى نحسب الضريبة مع الجمرك كلها 20%، نقول 29 دولار ضرب 1.20 راح يكون سعر العلبة 34.8 دولار، يعني بدينا نقرب للسعر الأصلي، باقي دولار ونص على السعر الأصلي. طيب لو نحسب الشحن يا جماعة الخير راح تطلع لنا العلبة لين توصلنا للسعودية ب 38 إلى 37 دولار، فيها نقول 140 ريال، هي 138 ونصوص، ولكن نقول 140. يا سلام، يعني المنتج يجيني للسعودية 140. نكمل طلبات المنتج ونطلب أكبر كمية موجودة، بنطلب 10,000 ريال يا جماعة الخير. داري مبلغ كبير ولكن بنحاول نصرفها خلال 30 يوم. كم راح نطلع من 10,000 ريال ذي اللي دفعناها؟ طبعا راح ننوع بين المنتجات، بين جفيول، بين الأظرف، برضو بين الكوب حقها. انتظروني ساعة وارجع لكم. المنتج يا جماعة الخير وصلنا للسعودية. فاهمة ما تغير شكلك إذا المقاطع، يعني اسلوب تسلسل يا جماعة الخير. بعد ما اخلص كل شيء اصور لكم ايش اللي صار. طلبنا يا جماعة الخير ما يقارب والله كثير ناض جميع النكهات طلبناها. طبعا طلبنا يا جماعة الخير اشياء ثانية، منها كوب ومنها اشياء برضو مختلفة. طيب الان وش مهمتنا؟ وش الشيء اللي راح نسويه وراح نبدا ونبحر في التجارة؟ طبعا اذا جيت تبدا التجارة حط في راسك انك يا كسبان يا خسران، يعني ادخلها الله يسلمك يا شراكة يا تسلية. انا داخلها محتوى، يعني انا الوحيد في اليوتيوب كله اللي داخل تجارة الكترونية محتوى عشان اوريك. يا سلام، برضو شفت البضاعة ذي الموجودة عندي؟ لو أحد يبغاها العلبة الواحدة ب 135 ريال ولكن يشتريها جملة يكلمني راح أعلمه، راح أخليه أعطيها كلها كذا وياخذ العلبة ب 135 ريال بدون ما راح يطلب، بدون ما يتقروش حرفيا، يعني براس ماله خسران شوي. طيب نجي للمهمة الثانية. المهمة الثانية يا جماعة الخير اللي هي التصميم. صممنا لنا لوجو وبرضو أضفنا عليه المنتجات، وهذه التصاميم اللي اشتغلنا عليها يا جماعة الخير. تصميمها ترى كان مرة سهل والله. أسامة
انا ما اعرف اصمم. انت تعرف تصمم يا اخي؟ تعلم تعلم ولا اجيب لك مصمم من برا. والله تعلم، ترى انا في الحلقه ذي دائما اكون يا اخي جدي بشكل مره كبير، لكن تعلم ترى الموضوع ولا ابو 10 دقائق بالجوال، انا متاكد تقدر تسويه. المهم هذه التصاميم اللي صممناها، بعد يا جماعه الخير رحنا ننشئ لنا متجر اكسروني. في منصات كثيره والله اني ماني معلن، ولكن المنصه اللي استخدمتها اللي هي منصه سله، يعني كويسه نوعا ما كويسه. طيب نجي الموضوع اللي هو موضوع التسويق، كيف راح اسوق المتجري وشلون راح اسوق له وهل لازم اسوق له ولا لا؟ نعم يا جماعه الخير التسويق شيء مهم، ولكن انت خليك على القليل المستمر وليس الكثير المنقطع. كيف اسامه؟ سوي لك حساب في التيك توك. والله العظيم ان التيك توك هذا فيه فايده كبيره، ولكن قليل اللي يستخدمه، والله قليل اللي يستخدمه بشكل صحيح. اكثر استخداماتنا مشاهده مو عمل. في حلقات كثيره قلت يا جماعه الخير اذا انت بتستخدم التيك توك او بتتابع في التيك توك فعلى الاقل اشتغل فيه. منها طرحت لكم في حلقه 24 ساعه داخل البيت انك خذ مقاطعي، خذ مقاطعي، وقلت لك ما راح اطالبك، خذها ونزلها في التيك توك وجيب متابعين وبع الحساب، جيب متابعين وسوي متجر، جيب اشياء كثيره. والله اني بس كذا يبغى لها حركه، بس يبغى لك بس حركه بسيطه. المهم صور العلبه بطرق التسويق الواجده الموجوده، في منها طرق التوصيل اللي طلعت قبل فتره، اللي انا اخوي فتح متجر وقال ما توفق المتجر، ترى بنسبه 90% 80% اتفاقيه، هذه بسيطه يعني عشان يسوق المنتجات فقط لا اكثر ولا اقل بنفس الاسلوب هذا. تختلف اساليب التسويق، انا ما اسميه خداع ولكن اسميه شطاره من الشخص اللي قدر يسوق المتجر بشكل غريب. انت سوي اللي تقدر عليه. سام انا ما معي 10,000 في البدايه ادفعها يا اخي، ابدا من 500 ريال. يعني لو كنت متابع حلقات القبل كان الحين مطلع انت الان 10,000 ريال، متاكد لو اشتغلت من ذيك الحلقات 6 شهور 10,000 جيبك الحين كذا مرميه. 500 ريال يا اخي تسلف 1000 وابدا، بعد ارجعها الرجال نفسه. ولكن اهم شيء انك تبدا وانت يعني واثق بنفسك ومتكل على ربك. طيب تعالوا نجي للشيء الاهم، الفلوس. كم طلعنا خلال 30 يوم من العمل بجت التسويق 1500 ريال؟ نجي عشان ما حد يقول الحركات ذي اللي يسوونها دائما في التيك توك والاشياء ذي. منذ البدء 27,000 ريال، 27,000 ريال، طلع 10,000 ريال هذه حقت زي ما تقول حقت الاغراض اللي طلبناها والجمرك والشحن، هذه 10,000 ريال على جنب. 17,000 ريال في يدك اليمين، في يدك اليمين 17,000 ريال في مدة 30 يوم. اعيد واكرر لاني بطيح في الاسئله ذي، ما عندي دورات اقدمها، ما انا ما ماني وجه دورات، انا صانع محتوى فقط، قاعد اجرب من شخص بسيط مثلي ما عنده اي امكانيات في التسويق الى شخص قدر يجيب 17,000 ريال خلال 30 يوم، مبلغ كويس صح؟ ليه ما تشتغل؟ نجي يا جماعه الخير للعمل الثاني داخل البيت ويجيب لنا فلوس برضه بدون ما ندفع ولا ريال. طيب يا جماعه الخير، الشيء الثاني عندنا اللي هو الذكاء الاصطناعي، كثير والله كثير يا جماعه الخير اللي تواصل معي بخصوص الذكاء الاصطناعي، سامة شو الوضع وش صار عليه؟ وفي ناس تعتقد اني انا صاحب ذكاء اصطناعي، اقسم بالله العظيم في ناس تعتقد الشيء هذا. في قبل فتره واحد متواصل معي كاتب لي كومنت، مو متواصل معي، كاتب لي كومنت تحت في اليوتيوب، كاتب اسامه تلعب علينا، اصلا انت حاط الاشتراك ب 10 دولار وانت تقول مجاني. يا ولد انا انصدمت، قلت وش تو خير يجيك شر؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ ركز فوكس. قلت هذا شكله صغير في العمر، دخلت حسابه حاط صوره دقن واتوقع عمره في ال 34، حصلت لي عمره 18 17 15 14، يقول يعطيك العافيه اسامه، وابو عمره 34 يقول لا لا تلعب علينا. ولكن والله بكيفه، ان اهم شيء اللي يجي يستفيد يستفيد، تبغى تصدق صدق، ما تبغى تصدق ما تصدق. طيب وش هو الذكاء الاصطناعي؟ اعظم ثوره طلعت في عام 2022. الذكاء الاصطناعي في 2022 سبب ثورة عظيمة، ثورة أكبر من الثورة اللي حنا فيها الآن. كيف راح نطلع فلوس؟ عندنا الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ديسكورد. ديسكورد وش هو الديسكورد؟ هو سيرفر تعطيه أوامر يصمم لك الشيء اللي أنت تبغاه على الجوال وعلى البي سي، كلها موجود للناس اللي أول مرة يشوفون المقطع حق الذكاء الاصطناعي. شو الفائدة أسامة؟ كيف أقدر أطلع فلوس؟ شلون؟ بعلمك شلون. أنت لو تشغل مخك راح مو تطلع فلوس، تسوي مشاريع. يا أسامة والله قاعد توفر، والله قاعد توفر. طيب شوف شوف الحين، من هذه بس، من هذه، من الصورة هذه، بالله عليك ما تقدر تاخذ الصورة هذه وتروح تبيعها على حقين مثلا؟ تقدر تبيعها على حقين اللي هم الكتابة على الجدران او الطباعة على الجدران، هذا واحد. اثنين، تقدر تروح منصات كثيرة، خمسات، حراج، مستقل، في منصات كثيرة مرة تقبل التصاميم، جونك الناس اللي يطلبون. تقول والله ودي اسوي شيء، ترضون يا جماعة الخير اسوي دورة؟ تبون دورة تصميم، دورة مونتاج؟ والله اتكلم جد. طبعا الدورة لازم يكون فيها مبلغ رمزي
المبلغ هذا الوش تحسب لي المبلغ؟ لا لا لا، المبلغ هذا البرامج التصاميم، يعني انا بجي اسولف عليك بس ابغاك تشترك مثلا في برنامج مثلا ادوبي برايمير، فوتوشوب، الاشياء اللي نستخدمها في التصميم. تبون ولا تبون دوره مخصصه لليوتيوب، كيف اليوتيوب يمشي، كيف يشتغل ثمنيلات، تصميم ثمنيلات حقت اليوتيوب؟ تبغون؟ اذا تبغون اكتبوا رايكم في الكومنتات، ولا ادخلوا ديسكوردي واذا شفت في عدد كبير موافق على الشيء ذا اسوي ترى بس حقت قيمه اشتراكات برامج التصاميم بس. المهم ما علينا، هذه شطحه طلعت. طيب عندنا يا جماعه الخير هذه نقدر نبيعها صح، بعد ما نروح نعرض منصه خمسات مستقل حراج، نعرض في كل مكان وفي كل زاويه. جاء مثلا شخص طلب مننا شغله، يعني بعلمك الثوره هذه كيف امتدت وصارت عظيمه، والعظمه لله وحده. طيب نفترض في شخص جاني قال لي والله يا الفلان الفلاني او يا اسامه كيف حالك، طيب امورك زينه؟ والله الحمد لله. ابغاك تصمم لي شعار، انا عندي الله يسلمك بافتح محطه بنزين، ابغاك توريني شعاراتك. تقول له العين هذه قبل العين هذه، سعر اشتراك برنامج التصميم لمتين تجربه $10، $10 تمام. اول كان مجاني ولكن هم حطوا الفلوس، حطوا بفلوس بعد فتره، انا مالي دخل والله العظيم، مالي دخل والله العظيم. المهم تجي هنا تكتب اريد شعار لمحطه بنزين، بنزين اريد شعار لمحطه بنزين، اوكي اخذه واروح لوين؟ للذكاء الاصطناعي. واجي هنا شوفه احول انجلش واضغط سلاش بالجوال، اضغط سلاش تطلع لك الاختصارات هذه، شوف شعار السفينه ذا تشوفه وفي الوان، يعني هو اللي بيلون. نضغط هنا طلعتنا هنا تحت، ناخذ الكلام ولا نلصقه بس لصق، بعدين نقول له انتر يا مدير. عد معي يلا، تخيل تخيل عد معي، يعني لو انت مصمم وقاعد تصمم وقاعد تتعب عشان تصمم، شوف الذكاء الاصطناعي في كم ثانيه راح يخلصه. 1 2 3 بدأ صفر، صفر بالمية، هنا صفر بالمية، بدأ بعملك، بدأ ما طول. شوفوا يا جماعة الخير الشعار، أوكي شوف هذا ممكن شعار محطة تمام، محطة أوكي، شوف هذا شعار محطة، محطة صدصد بس ولكن حاط نار. طيب لو نرجع الحين للذكاء الاصطناعي، أسامة ما عطانا، يمكن الزبون طالب أشياء مختلفة، أشياء مختلفة، قال له إيش تبغى أضيف؟ يقول والله أبغى سيارات واقفة عند المحطة، أكتب له سيارات وأنسخ الكلام ونفس الحكاية، أرجع من جديد ها سلاش ونختار الخيار الأول بعدين نلصق بعدين إنتر، راح يعطينا الحين لوجو ثاني. شوف هنا هذه اللي قبل شوي صممها، شوفون الحين نرجع نشوف الشعار الثاني وش راح يصير عليه، بدأ يصمم، هذا بدأ يصمم 0%. والتصاميم يعني تحسبون موجود نفسها في اليوتيوب، يعني في الجوجل ما في نفسها، ناظره أصور أروح أبحث بالصورة، شوف وقع فينا أول مرة تعرف إن تبحث على الصورة، نبحث بالصورة شوف ما هو موجود، هذه صورتي أنا حاطة، شوف ما هي موجودة بينهم كلهم، يعني الصورة بس من حقوقك أنت مو من حقوق أحد ثاني. هذا شعار ثاني، شوف هذا شعار مثلا، هذا شعار، أنت على حسب الشيء اللي بتكتبه له. والله لو تكتب له في طيارة تطير هنا وخلي الشعار بشكل دائري، الإنجليزي عندك كويس وقاعد تتخيل بشكل كويس، راح يحطه لك بعد الله يسلمك، تاخذه وتروح تعرضه له بغاء. أهلا وسهلا، برضه هنا شوف تقدر تطلب تحديث، تضغط هنا يسوي لك بنفس الكتابة واحدة ثانية هنا تحت، نشوف الآن شو راح يطلع لنا. هنا قاعد يرسم، شوف 93 خلص الحين، شوف هذا عندك شعار محطة وهذا عندك شعار محطة، لوجو محطة، لوجو محطة، اختر اللي أنت تبغاه. طبعا محطة بنزين ما لها لوجو، ولكن أنا أقول لك يعني تخمينا، أنا أعطيك مثال وبس. والله يا جماعة الخير حبيت أنزل لكم السلسلة هذه من جديد في الجزء الرابع ممكن، وإلى هنا نقول الله يعطيكم ألف عافية، واكتبوا لي رأيكم على التجربة في الكومنتات، وشمال الله يا جماعة الخير، سلام عليكم.